ما شاء الله ما شاء الله. اخذ هذا الصباح يوليت بديه ومع خروج المصلين من صلاة الفجر هذا المنظر العظيم الرائع في هذا المكان. والإنسان له أن يتفكر تدبر في عظمة الخالق. أماكن فيها رمال، أماكن صحراوية، وأماكن فيها جبال صخور صلبة، وأماكن فيها بحار وأخرى يابسة، أماكن باردة وأخرى فيها الحرارة مرتفعة. هذا التنوع من مظاهر قدرة الخالق وتدبير الخالق. سبحان الله العظيم، سبحان الله، لا إله إلا هو.